بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم طالبات الصف الأول المتوسط في شرح مادة الفقه الوحدة السادسة بعنوان صلاة أهل الأعذار. نبدأ هذه الوحدة بالآية. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هنتناول بإذن الله في هذه الوحدة أولا صلاة المريض صفتها وأهم أحكامها، ثانيا صلاة المسافر مشروعيتها، مشروعية القصر وأهم أحكامه، وصلاة الراكب في السفر وأحكامها، ثالثا الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وحكمه وأهم أسبابه. الدرس الأول وهو صلاة المريض. صفة صلاة المريض: يجب على المريض أن يؤدي الصلاة حسب استطاعته، ولا يجوز له تأخيرها عن الوقت ما دام عقله حاضرا. وبيان صفة صلاته على التفصيل كما يلي. نشاهد الصور ثم نقرأ الكلام. أولا: يجب على المريض أن يصلي قائما إذا كان يستطيع القيام من غير مشقة أو ضرر، ويركع ويسجد. ثانيا: فإن كان يتضرر بالركوع أو السجود مع قدرته على القيام، أو مأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا كما ترين في الصورة أمامك. ثالثا: فإن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، والسنة أن يكون متربعا في موضع القيام كما ترين في الصورة. رابعا: ويومئ بالركوع ويسجد على الأرض إذا إن تيسر، وإلا أومأ بالسجود ويكون أخفض من الركوع كما ترين في الصورة أمامك. خامسا: فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل إن تيسر، ويومئ بالركوع والسجود. سادسا: فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بالركوع والسجود. سابعا: إذا لم يتيسر له الإيماء ببدنه في الركوع والسجود أو ما برأسه، فإن شق عليه سقط عنه الإيماء وأجرى أعمال الصلاة على قلبه، فينوي أفعال الصلاة من ركوع وسجود وجلوس وهو على حاله ويأتي بأذكارها. ثامنا: يفعل من شروط الصلاة ما يقدر عليه، مثل استقبال القبلة والوضوء بالماء أو التيمم عند العجز والطهارة من النجاسات، وإذا عجز عن شيء من ذلك سقط عنه، ويصلي حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. تاسعا: السنة أن يكون المريض الذي يصلي جالسا متربعا موضع القيام والركوع والرفع منه، ومفترشا فيما سوى ذلك. ويدل على ما تقدم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. ننتقل إلى أحكام صلاة المريض. أولا: لا تسقط الصلاة عن المريض أبدا ما دام عقله حاضرا. ثانيا: إذا كان المريض يشق عليه التطهر لكل صلاة أو تشق عليه الصلوات في أوقاتها، فله الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما حسب الأرفق بحاله. ثالثا: إذا كان المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق، فإنه يصلي حال إفاقته حسب استطاعته، وليس عليه قضاء الصلوات التي مرت حال إغماءه. رابعا: المريض الذي ستجرى له عملية جراحية ويحتاج إلى تخدير، يجوز له جمع الصلاتين تقديما قبل العملية إذا كان وقت الأولى قد دخل، أو تأخيرا إذا كان إجراء العملية قبل دخول الوقت الأولى. خامسا: من كان على سريره وعجز عن استقبال القبلة وليس عنده من يوجهه، سقط عنه وجوب استقبال القبلة وصلى على حاله. سادسا: من عجز عن الوضوء والتيمم صلى من غير وضوء ولا تيمم، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. سابعا: من كان على ثوبه نجاسة ولا يستطيع غسلها ولا تغيير الثوب، أو كان حاملا للنجاسة كالمريض الذي يفتح له مخرج للبول ويوضع معه كيس لجمعه، فإن كان تفريغ الكيس الذي به النجاسة لا يشق عليه فرغه وتوضأ وصلى، وإلا صلى حسب حاله. ننتبه أن المريض لا يقطع صلته بالله تعالى، بل يداوم على ذكره وكثرة استغفاره واللجوء إليه ودعائه أن يخفف عنه ويرزقه الصبر ويكتب له الأجر والشفاء. مخالفات المرضى في الصلاة: أولا، إشارة بعضهم في صلاته بإصبعه عن الركوع والسجود، وهذا الفعل لا أصل له،
ثانيا سجود بعضهم على شيء يرفعه إلى وجهه مثل المخدة وغيرها، وهذا ليس بسجود وإنما هو نوع من التكلف لم يؤمر به، ويكفيه الإيماء كما تقدم. ثالثا ترك بعضهم الصلاة وقت مرضه ظنا منه أنها تسقط عنه إذا عجز عن بعض واجباتها فيؤخرها حتى يشفى أو يخرج من المستشفى ثم يجمعها ويصليها معا، وهذا لا يجوز وهو خطأ عظيم، والواجب عليه أن يصلي على حسب حاله كما تقدم. ننتقل إلى الموضوع الثاني وهو صلاة المسافر. صفة صلاة المسافر: يسن المسافر قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين، أما الفجر والمغرب تصلى كما هي، الفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات، فقط الصلاة الرباعية يسن له أن يقصرها فتكون ركعتين، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. أحكام القصر: أولا يجوز للمسافر الترخص برخص السفر إذا كان مسافة سفره هي 80 كيلومتر تقريبا. ثانيا يجوز للمسافر القصر من حين خروجه من بلده وذلك بمفارقته آخر بيوتها العامرة، ولا عبرة بالبيوت القديمة الخربة الغير المسكونة ولا المزارع ولا الاستراحات التي خارج البلد. ثالثا للمسافر القصر في رجوعه حتى يدخل بلده الذي خرج منه. رابعا إذا كان المطار خارج البلد جاز للمسافر أن يترخص فيه بالقصر والجمع في ذهابه ورجوعه. خامسا وننتبه إلى هذه النقطة، خامسا وسادسا، خامسا إذا صلى المقيم خلف مسافر يقصر الصلاة وجب على المقيم إتمام صلاته بعد سلام الإمام. سادسا إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه إتمام الصلاة ولو لم يدرك معه إلا التشهد الأخير. تمرين: بيّن حكم القصر في الأحوال التالية مع بيان السبب. الحالة: خرجت مع أهلك في نزهة برية إلى منطقة تبعد عن البلد بمسافة 40 كيلومتر، الحكم لا يجوز. لماذا؟ لأن المسافة هي أقل من 80 كيلومتر. الحالة الثانية: في أثناء سفركم توقفتم في إحدى القرى للصلاة وأدركتم مع إمام القرية التشهد الأخير، حكم القصر لا يجوز. لماذا؟ للصلاة خلف إمام مقيم. الحالة الثالثة: سافرت مع والدك للعلاج في إحدى الدول ولا تعلمون المدة التي ستقضونها للعلاج لكنكم تعلمون أنها أكثر من 4 أيام، حكم القصر يجوز، السبب لأنه لم ينوي الإقامة. ننتقل إلى صلاة المسافر على مركوبه. صلاة المسافر على المركوبه قسمان: القسم الأول أن تكون الصلاة نافلة مثل السنن فتصح على المركوب مطلقا بعذر أو بغير عذر، مستقبلا القبلة أو غير مستقبلا لها، لما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت، لكن الأفضل أن يستفتح الصلاة متجها إلى القبلة. القسم الثاني أن تكون الصلاة فريضة فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتمكن من فعل الصلاة على المركوب كما يجب فيمكنه الاستقبال والقيام والركوع والسجود، فالصلاة على المركوب في هذه الحالة صحيحة بعذر ودون عذر، وذلك كالصلاة في السفينة. وأذكر أمثلة أخرى مثلا الصلاة في الطائرة والصلاة في القطار. الحالة الثانية ألا يتمكن من فعل الصلاة على المركوب كما يجب، فله حالتان: أولا أن يتمكن من النزول والصلاة على الأرض وذلك كالمسافر بالسيارة فيجب عليه النزول ويصلي الصلاة على الوجه الكامل. ثانيا ألا يتمكن من النزول والصلاة على الأرض وذلك كالمسافر بالطائرة إذا لم يكن بها محل الصلاة أو كان مسافرا بالسيارة ونحوها ولا يمكنه النزول خوفا من مطر أو عدو أو غيرهما، فإن كانت الصلاة مما تجمع مع غيرها فيؤخرها مع الصلاة الأخرى ليؤديها على الهيئة الكاملة، وإن كانت صلاة الفجر التي ينتهي وقتها بسرعة أو خشي انتهاء وقت الصلاة المجموعة فإنه يصلي حسب استطاعته ويومئ بالركوع والسجود. ننتقل إلى آخر عنصر وهو الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين يراد به الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع نوعان: جمع تقديم وجمع تأخير، وهو رخصة فيجوز عند الحاجة. ومن الحالات التي يجوز فيها الجمع ما يلي: 3 حالات: الحالة الأولى السفر، الثانية المرض، الثالثة المطر.
السفر فيجوز للمسافر الجمع مطلقا، والأفضل له ترك الجمع إذا استقر في موضع وقتا يتسع لأداء كل صلاة في وقتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء حيث كان يقصر الصلاة ولا يجمع. ثانيا المرض الذي يشق معه فعل كل صلاة في وقتها. ثالثا المطر الذي تحصل به المشقة على الناس في الحضور إلى المسجد وقت الصلاة الأخرى، أما من صلى في بيته وقت المطر فلا يجمع لأجله. انتهينا من شرح الوحدة السادسة بعنوان صلاة أهل الأعذار، وضحنا فيها درس صلاة المريض وصلاة المسافر. نلتقي بإذن الله في الدروس القادمة. في أمان الله.